Est-ce que tu vas venir dans le jeu de Minecraft Heroes لعبة فيفا 22؟ بعد ما لعبنا الماتش اللي فات كنت فاكر عملت ايه والله، عشان يعني كان ايه ده والله ما فاكر عملت ايه اصلا، بس يعني انا بقالي كتير ما لعبتش فمش عارف ايه اللي حصل بصراحة. اوف ايه ده، حلو كده انت هتنقط من الماتشين، عايزين نكسب الدوري يعني. سأحاول، سوف أحاول أني أكسب الدوري. يلا يا عم، بقول لك إيه، أنا شفت اللعيبة مرهقة جدا فبلاش نعملهم تمرين معايا، بلاش نعملهم خالص يعني كده، يعني يكون حرام أوي يعني. عندنا ماتش صعب ضد ماتش ليدز بالنسبة لنا، فهو صعب جدا. كمان اصلا بقى كتير ما لعبتش، فا يعني مستوى يعني ما شاء الله زبالة قوي. يلا يا عم بسرعة يا عم، هيا بينا يا رجال. ايه ده، مين ايه لاتينيوم يتفوق على الشعب الكوري؟ افتكرت ان هو اسمه لاتينيوم، بس ايه اسمه، اسمه حلو اوي لاتينيوم ده. 10 مليون بس للبرازيليين، قليلة اوي ليه كده يعني. لا لا مش عايز يضوي حقه راح. الماتش ده عمال يتأجل كتير اوي، ف هو شكله كده هيبقى ماتش مش مبشر يعني. ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا توكلنا على الله. بس والله انا اول مره احس ان فيفا حلوه قوي كده من ساعه ما بطلتها. انا جالي فضول اعرف انا مستواي بقى عامل ازاي. انا كان جاي لي فضول اعرف مستواي في روكت ليج، وطلع يعني وحش وحش جدا. يا رب ما يكونش مستواي وحش في فيفا كمان، رب بقى يبقى لعبه واحده بس. هتيجي بالتدريب، هتيجي بالتدريب. الاضواء كلها مسلطه علي في هذا إيه إيه. ثلاث اهداف في اخر سجل ثلاث مباريات، يعيش فتره مثاليه حاليا. دقائق منتظره، احنا جبنا نقطتين من ثلاث مباريات ولعبنا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. نحن هنا، انا شفت اللعب ثلاثة، انا عرفت اللعب كل شيء جميل ورائع هنا. انا معاك لكم فارس عوض للتعليق على مجريات اللقاء، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولات الدوري الانجليزي، فريق ليدز يونايتد ضد فريق لايونز. نامل بان تكون مباراة كبيرة من الطرفين وان نستمتع بها حتى لحظات الاخيرة. يتميز بعد كرة راسية.
10 دقائق. لا زال الجمهور صاحب الارض يؤمن بالحضور على الرغم من ان المباراة لم يتبقى فيها الكثير. اجواء مجنونة نعيشها في هذه اللحظات. هدف واحد يفصل بين الفريقين. ينطلق بالكرة في العمق. تمريرة خطيرة ممكن تكون كرة الختام وتصويبة خطيرة. Yeah.
شرف أكثر من مليار جنيه. بارك روح برضه، يعني نفسي ابيعك اصلا من زمان برضه، بس انت اللي مش عايز تبيعها. ارجع تعمل بقى يا سواندرس كده، بقى معانا كام؟ ستمية ألف، 720. نحوش 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 أحسن. Wow.
عرضية بتتخلص لكن ما زالت
المؤتمر الصحفي. Just a moment of your time. عشان ناخد فلوس. اوبا بورتو وبعد كده على طول مانشستر يونايتد. يا سلام ايه الاغنية دي، ايه الاغنية دي؟ يلا يا عم خش يا عم بقى ما تقوم صاحبي ولا بتاع، خش على طول، احنا معنوياتنا حلوة قوي والله، احنا معنوياتنا زي الفل. يلا باش بص بقى انت الحركة دي، بص 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 يا طب ملهاش تاني قديم، ملهاش قديم دي تاني يا عمي. بص دي اوعى، كنت عايزة اضحكهم مش عارف. صورة رائعة جميلة ملعب اللقاء في هذه المباراة التي تأتي ضمن المشوار في الدوري الأوروبي. نعرف قيمة البدايات، نعرف شغف الانتظار والإنجاب ما يكون متواجد في مثل هذه اللحظات. دقائق قليلة تصنع بداية المباراة، كونوا معنا على الموعد. مساء الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. أنا شفت الدفاع بتاعكم حلو. كل مستعد لمباراة مثيرة هنا. يسعدني بأن أكون معكم. وهذه اجمل فاول يا فاول في هذا التوقيت.